اليوم قمت الواجب تاعي الانتخابي، نتمنى ان 12 ديسمبر هذا راح يكون بداية انطلاقة جديدة للمستقبل، ونتمنى ان الشعب يقرر حقيقة مساره في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات اللي تدينا ان شاء الله الى هذه الجمهورية اللي يطمح بها الشعب الجزائري، الجمهورية الجديدة. ونتمنى الخير البلاد، وان شاء الله نحتفل غدا بانتصار الديمقراطية في الجزائر. بارك الله فيكم. الله يطمح.